هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو حلقة صحية؟ اليوم حلقة صحية للوجبات المحددة الكالوري، يعني كيف نحدد كمية كالوري من الكيلون. أوكي. أكيد هودي مساعدة شخص أخصائي هو اللي عطينا هالوصفات؟ الكمية مش الوصفات، عطينا الكمية الكالوري كيف بينحسب، يعني هو حسب لي إياهم اللي يعطيني إنه هو تحت 300. أوكي. أما لماكسيموم 300. لازم اكيد نلحق الوصفه مثل ما هي، ما نغير فيها ولا بنغير الكالوريز فيها. أوكي. بالاجمال بس مثل ما بنعرف في اشخاص بيحبوا اوقات بيلاحقوا، ما اجبر يكون بشيء، شخص ما عنده اي مشاكل صحيه بس عنده هدف بحافظ بحياته على وزنه، بيعمل سبور، عم بينزل وزن لانه السبور، اما شخص بيشتغل ورا مكتب حابب يحافظ على ياخذ كالوريز كميه قليله. لكن اليوم حلقتنا اطباق اقل من 300 كالوري، ماكسيموم 300 كالوري يعني. اوكي. اول طبق حنعمله هو دجاج، حيكون فيه صدر دجاج اكيد لانه دهون اقل، حيكون بقلبه سلامي معموله من التركي. اوكي. صوص طماط بندوره معصوره، زيتون مكبوس بمي مش بملح حتى ما نجمع مي، بصل، ثوم، بارميزان. اوكي. حنبلش اول شيء باول طبق، حناخذ اول شيء الدجاج. بدك تلف الدجاج كمان تحشي بال بالتركي. لا هلا حفرجيك شو حنعمل. يلا حناخذ اول شيء صدر الدجاج. كيف لا قدرتوا تعدوا مثلا المقادير وقررتوا انه هيدا الطبق مثلا اقل من 300 كالوري؟ هلا هو بالنهايه الوصفه اعطيته اياها انا للاخصائي. أوكي. هو عنده سيستم بيحسب عليه. اوكي. حسب طلع معه قد ايه بيكون اعطيني اياهم، اللي اكيد شيل شوي من هون ظبط شوي من هون لصاروا على 300. يعني اكيد اخصائي تغذيه من خلال دراسته وال مثل ما بيقولوا يعني ممارسه المهنه فبيقدر يعطينا مثلا بهذه الاطباق كم كالوري فيه. هن عندهم سيستم سوفت وير بيشتغل. يعني كل شيء بيطلع بقلبه قد ايه بقلبه كميات كالوريز. من كالوري من شو جايين، قد ايه فات، قد ايه فبقلبه، يعني اكيد نظام سيستم كمبيوترايز، الكمبيوتر بيشتغل كله سوا. اكيد هو مصدق من جهات معينه، مش طبعا اكيد كرمال يقدروا يحددوا هدول الكالوريز ويخلوا انه العالم وناس تمشي حياتها. امرار في ناس ممشي حياتها على الوحدات الحراريه او عد وحدات الحراريه. هلا حندق صدر الدجاج. اوكي. تقريبا هذا صدر الدجاج مثلا كم جرام يا شيف؟ هذا هون في شي 120 غرام. هلا 120 غرام، يعني احنا فينا عند اللحام او مثلا نجيب الدجاج نخليه يعطينا مثلا كل 100 غرام او 150 غرام لحال نفرزهم كرمال نقدر نطبخهم اذا احنا عم نعد الوحدات الحراريه. ساعتها بتشيلي البورسيونات على قد، افضل يكون على طول البورسيون محسوبه. والا ساعتها اذا شلت كنت عامل 300 غرام ساعتها بضطر استعمل 300 غرام كلهم سوا استعملهم. مظبوط. فكون غشيت شوي بالوصفه.